أول هدية لنارين بيوتي من خطيبها في رأس السنة، شاهدوا المزيد من التفاصيل. تفاعلت فراشة اليوتيوب بمجموعة من الاستوريات، كشفت من خلال هذه الاستوريات أنه خطيبها رامي اشترى لها شنطة شانيل في بداية السنة الجديدة، وكمان اشترى لها حلق كتير حلو. أترككم مع الاستوريات رأيكم بخصوص هذا الخبر. من بعدك كل الشباب يروحوا يعملوا شيفينج، هير شيف كتير حلو الشعر، وهلا عم بختار حلق. في هاد اللي بيجي سيلفر ويعني وايت بولد، في هاد جولد، هلا هذا كبير لسهرة أو شيء، هاد تايلي. حاولت أشد المحاولات بس ما اقتنع. يلا هلا جاك واحدة من 7 مليون بيضة ليميتد إديشن، ليميتد. هدري كانوا مصراتك، هاي من مصراتي. نحن مو واحد، نحن لك وي ار وان. انتو كيوتيز، انتو كلياتكم. صار عنا استنفار على المسجات عم بيسالوني اذا اشتريت الشنتاي الشنطه ولا ما جبت الشنطه. والله يا حبايبي ما جبت الشنطه لانه انا مطيعه. اوكي، شو كان اسمها؟ هي رضوى الشربيني. مو رضوى الشربيني، شو اسمها الثانيه اللي مستفزه كثير بحبها؟ لايك ماي لاف، يو كانت لاف هير. اوكي، انا بموت عليها. شو اسمها؟ ذكروني. مو رضوى الشربيني، عدوته. شو اسمها؟ يا الله، هي سلطان. ما تدوري ظهرك على زوجك، تطلع من الغرفه 3 خطوات بعدين بتدوري.